الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذه التلاوة في كتاب الله جل وعلا أمر الله جل وعلا بها في كتابه نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر بها سبحانه عز وجل. فبإخباره سبحانه عز وجل عن هذه التلاوة قال سبحانه: ورتلناه ترتيلا. وفي أمره سبحانه عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ورتل القرآن ترتيلا. فجاءت هذه التلاوة بصيغة مبالغة وتأكيد في المفعول المطلق الذي أخبر عنه المولى جل وعلا، سواء في الإخبار في سورة الإسراء أو في قوله جل وعلا في سورة المزمل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. هذه التلاوة ينبغي علينا أن نراعي بعض الإرشادات التي ينبغي لكل ثال لكتاب الله جل وعلا أن يأخذها مأخذ الاعتبار. وها نحن في رمضان، يحرص الصائمون بصفة عامة، وكذلك الناس في غير رمضان، ولكن في رمضان يكون أكثر، وهو أنهم يحرصون على الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم ولو مرة واحدة في الشهر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا في كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه هي هذه التلاوة الحقيقية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأجر من ورائها. ولا بد أن نعلم أن هذه التلاوة في هذا الشهر الفضيل الذي قال الله جل وعلا عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقد كان لشرف التلاوة فيه بشرف الزمان، وكذلك شرف المكان، وكذلك أيضا بالنسبة لشرف المتلو به وهو القرآن الكريم. ولذلك هذا القرآن هو يأتي في رمضان، بمعنى أنه يكون دائما أكثر قربا للعبد وللصائم في شهره، في اغتنام الحسنات وإقالة العثرات في هذا الشهر الفضيل. ولذلك نبين هنا أن القراءة والتلاوة تلاوتان: التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية التي يحرص عليها التالي لكتاب الله جل وعلا لأخذ الأجر والثواب لكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإنها تدخل في هذه التلاوة وهي التلاوة اللفظية. ولكن ينبغي علينا أيضاً الانتباه لبعض الإرشادات التي تعين التالي لكتاب الله والقارئ له أن يتخذها أيضاً نصب عينيه والأخذ بها، حتى تتم ذلك الفائدة والأجر أيضاً الجزيل من الرب الكريم سبحانه عز وجل. أولى هذه الإرشادات وهو النطق بالحرف كما ينبغي أن يكون، بحيث لا يدخل حرفا مكان حرف. فمثلا مثل الذين، مثل الثاء لا بد أن يخرج فيها لسانه حتى يتم إخراج الحرف من مخرجه ونطقه النطق الصحيح. أما إذا قلنا بإبدال الثاء سينا يقول القارئ مثل الذين،
فهذا إبدال حرف مكان حرف، فهذا يدخل في التلاوة اللفظية. وكذلك أيضا بعض الناس يشكل عليهم التشكيل من الضم بدل النصب، أو مثلا الكسر فيجعله منصوبا، وهكذا. فإبدال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بدل ما هو موجود في القرآن الكريم بالصحة صراط الذين أنعمت عليهم، بإبدال التاء في الضم بدل أن تكون من الصحيح بها وهي الفتحة النصب يعني أنعمت عليهم، فيعطي معنى فاسدا في هذا. ولذلك ينبغي علينا أننا نحرص في التلاوة اللفظية أن يكون الحرف منطقا به نطقا سليما صحيحا، ويكون أيضا من مخرجه ويأخذ أيضا صفاته. وهذه أيضا لها أحكامها في علم التجويد، في ذلك من مخارج الحروف وصفاتها، وكذلك أيضا أحكام التجويد. ولكن حتى لا نثقل على كثير من الناس بالنسبة للقراءة اللفظية، إلا أنه ينبغي عليه أن يحرص على ذلك بالنسبة لتلاوة اللفظ نطقا صحيحا، حتى يأخذ الحرف يأخذ الأجر كاملا من نطق بالحرف الواحد، والحسنة بعشر أمثالها. ولا يحرص التالي والقارئ لكتاب الله أن ينهي الربع أو الحزب أو مثلا الجزء، يحرص على ذلك بأنه ينهيه دون أن ينتبه للنطق الصحيح بالنسبة للحرف. فهذه الإرشادات لا بد وأن ينتبه إليها القارئ في هذا نطقا صحيحا، ولا ينطق بذلك بالبطء الشديد ولا بالإسراع المخل، فإن في ذلك إدخال لبعض المعاني، وكذلك أيضا فيه نوع من عدم الاهتمام بالتلاوة الصحيحة التي أخبر المولى جل وعلا بها بإخباره ورتلناه ترتيلا، وأمر بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ورتل القرآن ترتيلا. هذه هي التلاوة اللفظية التي ينبغي على الإنسان الانتباه لها. أما التلاوة الحكمية فهي إتيان ما أمر الله جل وعلا به والانتهاء عما نهى الله سبحانه عز وجل عنه. فحينما نسمع قول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، ينبغي علينا أن نقيم الصلاة إقامة كاملة بالنسبة للرجال عموما، بأنهم يحرصون على الإتيان إلى المسجد والصلاة الجماعة حتى يقيموا الصلاة، فهو يطيع الله سبحانه عز وجل فيما أمر جل وعلا. وكذلك في قوله وآتوا الزكاة، ينبغي على المسلم أيضا إتيان الزكاة المفروضة، وكذلك أيضا التطوع في الصدقات التي يحرص عليها الإنسان أخذا مما عند الله جل وعلا من الأجر العظيم. ولذلك هنا يأتي أوامر الله سبحانه عز وجل ويحرص عليها ويخضع لها ويطيع الله سبحانه عز وجل. كذلك إذا قرأ آيات من كتاب الله جل وعلا وفيها النهي ولا تنابذوا بالألقاب ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كل هذه المنهيات نجد أن المولى جل وعلا ينهى عباده عن الإتيان بها، فينبغي الإنسان أنه يخضع ويطيع الله عز وجل في هذا، وألا يأتي الغيبة والنميمة والسب والشتم وأيضا التنابز بالألقاب، فإنه يبتعد عن ذلك امتثالا لأوامر الله، وكذلك أيضا امتثالا لنواهيه التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الإتيان بها. هذه هي تكون التلاوة الحكمية الصحيحة الذي ينبغي على الإنسان أنه يحرص عليها ويعمل بها، وليس فقط القراءة للطرب، وكذلك أيضا ليست التلاوة اللفظية فقط، وإن كانت مطلوبة فإن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على
قراءة القرآن الكريم لأخذ الأجر والثواب، ويكون بذلك قد حقق التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. دمتم بخير، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من التالين لكتاب الله جل وعلا، المدبرين المتدبرين لكتابه سبحانه عز وجل، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.